يحيى ازيك؟ ازيك يا هنسة؟ ايه؟ الحمد لله. كويسة؟ تمام. يحيى فاكر لما قلت لي انك هتتغير انا قلت لك لو لاحظت التغيير ده هقول لك؟ يعني باين حاجة زي كده. عامة يا يحيى انا ملاحظة فعلا التغيير ده. بجد انت مش يحيى اللي انا اعرفه. انا مبسوطة قوي عشانك. بس كده مبسوطة عشان طب يا ستي شكرا انبساطك. السلام عليكم. طب ثانية، طب انت عايزني اقول لك ايه يعني دلوقتي؟ تقولي لي ايه؟ هو فيها ايه؟ انت مش حاسة بيا خالص؟ هو انت يا بنت الناس مش قلتي لي قبل كده ان لو اتغيرت هتفكري فيا؟ واديكي بتقول اهو اني اتغيرت، يبقى في ايه بقى؟ ايوه ماشي انا قلت كده، بس انا دلوقتي مش بفكر في حاجه يا يحيى غير في النتيجه والتنسيق. بس والله اوعدك لو فكرت في حاجه تالته هتبقى انت. تالته؟ لا ما تعبيش نفسك. وليتك جدي عضلات مخك وتفكري وبتاع، لا لا خلاص خلاص. بص يا بنت الناس انا هتوكل على الله واخده بسالي. سالي مين دي ان شاء الله؟ فتاه عرفتها جديد. لا بقول لك انت تنسى البت دي خالص، انت اول ما تتخرج هتيجي تقدم لي، انت فاهم الكلام ده ولا لا؟ حاضر. انت رايح فين دلوقتي؟ الشغل. وسارق هناك طبعا. أوه. طب اتفضل عشان هوصلك. ماشي. امشي. وحشتيني جدا جدا يا فريده. لو كنت وحشتك كنت سالتي عني. غصب عني والله ما تزعليش مني. انت مش تصوريش انا متهوله قد ايه ما بين الجامعه والبيت وماما صباح والاولاد والترجمه. ايه ده؟ انت لحقتي تعرفي؟ طبعا. امال انا جايه ليه النهارده؟ اتفضلي. لا مش معقول اشتريتي الكتاب؟ بتنفعيني يعني؟ اكتبي لي اهداء. هاتي بوسة. حبيبتي ما انا الوحيده اللي اسمي مش مكتوب في الكتاب بتاعك. يا سلام، ده انت سر سر الكتاب، انت المعالجه الدكتوره صاحبتي. عشان تعرفي الفرق بيني وبينك انا كتبت حاجه الفتره اللي فاتت وكتبت اسمك. كتبت حاجه عني انا؟ ايوه. كتبتي ايه؟ كتبت بحث ونشرته في مجلات علميه مهمه جدا. البحث ده بقى فيه تشابتر كامل عنك وعن تجربتك مع الوسواس القهري. مش معقوله يا فريده. ما عندكيش فكره عن كم الدكاتره اللي تواصلوا معايا عشان يسالوا عن تجربتك دي وازاي اتغلبتي على الوسواس القهري. ميرسي قوي. انت بتعرفيش كلامك ده بالنسبه لي ايه. بجد انا مبسوطه قوي. يا ستي انت قويه بس ما انتيش عارفه. وعارفه اكتر حاجه نفعتك ايه؟ الازمات اللي تعرضت لها. عندك حق. انت عارفه اللي انا اكتشفت بعد كل اللي مريت بيه ده ان انا فعلا قويه جدا. طول الوقت عايشه خايفه وقلقانه وافكار بتسيطر عليا، مش مسؤوله عن حاجه، معتمده على بابا الله يرحمه في كل حاجه. لكن بعد كده ولما دخلت التجربة لقيت نفسي ان انا فعلا، لا ده انا قوية وبتحمل مسؤولية. هو ده اللي اداني الدفعة. بس في حاجة حاسمة في التجربة بتاعتك، الطاقة الإيجابية اللي بعتها لك هشام. فكرة شغل الترجمة دي فكرة عبقرية. أنا حسيت إنك توحدتي مع بطلة الكتاب بتاعك. ده حقيقي. أنا عايزة أقول لك إن الكتاب ده فادني جدا. أنا كمان فادني كمان عشان أسيطر أكتر على الوسواس. التحقق بيعمل المعجزات بجد حقيقي. دلوقتي اقدر اقول وضميري مستريح انك تخلصتي من معظم مخاوفك. الحمد لله البركه فيك يا فريدة. الحمد لله. بس انا ساعات بالذات الاسبوع ده في افكار كده بتجيلي، لان القضيه بتاعت بابا خلاص الاسبوع اللي جاي. يعني مش عارفة ليه بيحصل كده، يعني بخاف إن أنا أروح المحكمة يحصل زي ما حصل المرة الأولانية. لا ما تخافيش، روحي المحكمة واجهي خوفك، واللي أنت فيه ده اسمه قلق والقلق مشروع. مش هسيب نفسي للقلق.